شكرا مشاهدينا، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رشيد. الحلقة ديال اليوم حاضر معنا فيها واحد الفنان مغربي موهوب، قدر انه يجمع ما بين التمثيل والغناء. الموهبة ديالو بانت منذ الطفولة، قدم مجموعة من الاعمال للسينما وايضا للتلفزيون. استقبلوا معي بحرارة عفاكم الفنان فهد بن شمسي. فهد بن شمسي، مرحبا بك. الله يبارك فيك، نهار كبير هذا. الله يحفظك. اخيرا انت في رشيد شو. احنا جينا تشديتي لينا دابا. صافي دابا راه جماهير لك القديم والجديد. انا بين يديك دابا ياك. فهد بن شمسي، انت كيف قلت في التقديم، تبارك الله عليك ممثل وايضا مغني، درتي كارير كبيره تبارك الله في التمثيل. الحمد لله. وشافك الجمهور في مجموعه من الاعمال السينمائيه. وي. من بينهم ملائكه الشيطان. اييه الشيطان هو الاول، هو اول فيلم قدمتي. على بديتي كي دايره؟ يف بالشيطان. لا انا ماشي على الاسم، ماشي على الاسم، لان حتى الفيلم في ذاك الوقت دار واحد الضجه واثار الجدل شي شويه. سيرتو خدمتو مع مخرج اللي تحيه ليه بولان. هو كيثير الجدل. تحيه لبولان. الفيلم كان جبد صداع في ذاك الوقيته. انا كنعرف الدراري اللي تشدوا ديال بصح، اللي تشدوا لان الفيلم كيعاود ليستواغ ديال كيعاود ديال دوك الدراري اللي كانوا كيسمعوا الميتال وتشدوا على اساس انه مع عبادات الشيطان. هما راه مع عبادات الشيطان لا والو، هما دراري عبادات الجيتار. هما عبادات الجيتار، عبادات الموسيقى، ميم با عباده، هما دي ميوزيسيان. انت فهد ممثل، كنشوفوك اكثر في السينما اكثر من التلفزيون. علاش هذا الشو هذا اخويا؟ بحال كتعجبني السينما، فيها واحد الاسبيس دو نوبليس وشادي الاصاله في السينما. التلفزه مزيانه حتى هي، ولكن خاصك تكون مع مخرج مزيان. كنعرفوا ان التلفزيون كيخليك تدخل عند الجمهور لديورهم، وي، وكيخلي ان الجمهور يتعرف عليك اكثر. انت ما كانش عندك هذا الهم ولا هذا الهاجس؟ لان بزاف د الممثلين يقول لك خصني ندير اعمال باش نتشهر، باش نتعرف اكثر عند الناس. لا لا لا، ما كنديرش اعمال باش نتشهر. لا لا، حيت الاوبجيكتيف ديالي ما عمرو كان انه نتشهر. ماشي الشهره. لا، هو الفلوس. علاش المعلوم فلوس؟ نكذبوا ونقول لهم ما كنخدموش على الفلوس. اللي قالها لك كيكذب. هادشي باش كتعجبني. علاش؟ الصراحه ديالك. الصراحه مزيانه. ايوا ماشي على الفلوس، اوني داكور، ولكن الفلوس صافي بارتي دو سيستيم. تخدموا فابور. ما كاينه مهنه من غير فلوس. شنو اللي خلاك تختار الفن؟ الفن الوغ انا ما اختاريتش الفن بصراحه، ما نكذبوش. باش هو اللي اختارك؟ هو اللي جاني بوحده. لانه كيفاش طرات هذه القضيه كامله؟ انا كنت قريت فرنسا، قريت القانون في فرنسا. منين دخلت هنا كنت عوال ندير نوتير، ومع كنت كنلعب مع واحد الجروب ديال الموسيقى في الصيف. خدمنا في الصيف ديك الساعه، هادشي اش كنقول لك انا، هادشي راه 2002 2003. والصيف ديك الساعه في الفيستيفال محركين في المغرب، ولكن كتدخل سبتمبر كيتقاداو الفيستيفالات. دونك حركنا شويه القضيه في الصيف. دخلت سبتمبر اكتوبر بدا الغمام كيجي، وتقاداو الفيستيفالات، تقادات الخدمه، تقادات الموسيقى. اش غنديروا؟ ما فيا ما يرجع للمحكمه وداك الشيء. قلت اش غندير؟ سولت شي صحابي قالوا لي السينما. قلت لهم بلان، اش كاين ما يدار في السينما؟ قلت لهم انا بغيت ندير غير بريكول وداك الشيء في السينما. قال لي اكسسوار. تلاقيت مع واحد السيد كريم حفاظ، كان وجه لي التحيه حيت هو اللي علمني كل شيء في السينما. تحيه ليه. تحيه لكريم معلم. هو اللي علمني كل شيء في السينما، وهو كان شيف اكسسواريست، وخدمت معاه اكسسواريست سنين. دونك بديتي كوم اكسسواريست في الاول؟ انا اكسسواريست، جي في 5 ans اكسسواريست. دونك على باز اكسسواريست. على باز اكسسواريست. ومن الاكسسوار دخلتي ال... هذا هو القضيه. علاش قلت لك انا ما اختاريتش، هو اللي اختارني. كيفاش؟ لان كنت مع نور الدين الخماري، اللي حتى هو كنوجهوا ليه التعب. تحيات انا نور الدين معلم تنجا صحه.
غادي نقول لك فهد هادو اللي كتوجه لهم تحيه ما تجمعهمش ليا كاملين في دقه واحده ندوز لهم انا غنكتبهم ونقول لهم لك في الاخر نقول ندوزهم في جينيريك يلا سير سير قلت لك اسيدي كنت مع نور الدين الخماري في القضيه كوم اكسسواريست كوم اكسسواريست ودرنا القضيه 1 وشكوا القضيه 2 جو سي بلو لي نيميرو واحد الميم لو 1 واحد لقيتها انا كان عندي ديك الساعه الشعر طويل واللحيه ومسائل وكنت لابس واحد التريي والبرود كان وداكشي خدام اكسسواريست في عين لوح والثلج والجبال وداكشي واحد النهار ويقول لي راه جي بوزوان فواحد لاسين في كوميساريه قال راه محتاج شي واحد يدوز من اللور غير فيغوراسيون ايديز ايديز واحد القتال ايديز قلت له كيفاش هذا القتال قلت له انا ما كنعرفش ندير هذا الشيء قال لي ولا عليك تيقني قلت له واخا قال لي شنو قلت له شنو المعمول قال لي راه قتال مسلسل ودير واحد الخشبه في فمه حيت كيقدر يعض بنادم مسطي قلت له شنو قال لي قضي الغرض انت اكسسواريت مشيت للدروغري شريت السناسل والله العظيم شريت طرف ديال الخشب قاد دينا طرف الخشب بالسلسله والمسائل قلت له معلم اش غنديروا قال لي بلاتي احنا جايين دونك انا خدام اكسسوار قال لي يلا سير وجد سلسلت راسي شديت راسي بالقفل درت الخشبه وكنتسنى جا قال لي نور الدين يلا نوبتك زيد اكسيون درت الدوزه الاولى عاوده قال لي اش غدير دوز وهبط مع الدروز شاديني هذوك البوليس دزت هبط مع الدروز ميرسي او فوار تري بيان قلت له صافي قال لي صافي شكرا حيد السنيسلات كملت الخدمه ديالي دزت واحد 3 ايام ويجي عندي قال لي راه شفت لي غوش راه داكشي مزيان راه غادي نبنيو واحد البيرسوناج سميتو الرعده على هذه القضيه هذه هذاك اللي يدير السلسله هذاك الرعده هو اللي دار في القضيه داك لو سيريال كيلور ومن هنا تخلق من تما ديسيدي داك الشيء تخلق لو بيرسوناج قال لي قلت له رانا ماشي ممثل اه الشريف قال لي في مو كونفيونس انا اللي عارف قلت له واخا اي جو في كونفيونس اي جي ريزون دو فير كونفيونس غراس ا نور الدين اللي دخلت لهذا الشيء زعما يا بيرسون دوت صراحه مزيان مزيان الانسان يكون ريكونيسون بيان سور الصراحه راه هو اللي دخلني لهذا الشيء ومن تما عجبتني ليستوار صراحه زوينه اكسسوار اللي تدي الاكسسوار راسك اصلا سلسله راسي بوحدك حتى انا ومع انت قناوي اصلا قناوي كتب السلاسل ودير هذه ها لا كل لحم خضر دونك منها بدات والموسيقى كيفاش بدات الموسيقى كانت باديه من الصغر كان عزيز عليا اللعب الطبيله ديال عيسى وديال الناس الغيوان هما مع الوالد الله يرحمه كنا بحال نوغي الناس الغيوان وجيل جلاله والمشاهب وداكشي دونك كنركبوا في الطوموبيل كنسمعوا المشاهب وجيل جلاله والناس الغيوان تما دخلني داك المسار واخا انت درت الموسيقى ديال الحزن شويه درت الموسيقى ديال الحزن حيت قلت الوالد الله يرحمه انا كنحب الوالده بلا حزن الله يرحمها داروها بالريط بغاو يدخلوك في ليموسيون بزز ما يدخلوني بالريط معلم قلت لك اسيدي نسيت اش كنت كنقول دونك اون ايتي نوغي الناس الغيوان ومشاهب وجلاله انت كتسمع الغيوان وقت ما كنطلعوا في الطوموبيل كنسمعهم دونك داك الشيء اللي جبدني انا هو الكنبري والبيركسيون ديك الساعه البيركسيون حيت مازال ما باينش الكنبري بزاف في من غير الناس الغيوان وقناوه اللي ديك الساعه قناوه راه كندير لك انا على الثمانينات الا ما كنتيش كتعرف قناوه راه ما غتشوفهمش دابا راه كتشوفهم في يوتيوب كتشوفهم في التلفازه كتشوفهم مي ديك الوقيته خاصك تعرف قناوه باش تمشي الليله ما عندكش شي كونتاكت اخر باش توصل لقناوه ولا ما كنتيش كتعرف شي قناوه ولا شي مقدمه ولا شي جداب انت كنتي كتعرف شي لا ما كنتش نهائيا كان عندي حتى علاقه بقناوه كان كيعجبني الكنبري والبيركسيون دونك بغيتيهم اترافيغ الناس الغيوان اي لا بغيت انا الناس الغيوان حتى 90 96 95 94 عاد اكتشفت القناوه اللي بين قناوه عاوتاني كنشكروا الفيستيفال د الصويره حيت هذا الشيء اللي كاين سي غراس او فيستيفال د الصويره صراحه هما اللي بينوا قناوه للشعب المغربي قبل كانوا قناوه كيكونوا الناس اللي كيعرفوا قناوه ماشي العامه مي الفيستيفال عطاهم لا فالور اكثر بيان سور بيان سور بين هذا الفن هذا للناس واليوم انا ما كرهش نسمعك فاش بالهجوج ولا القنبري الهجوج ولا السنتير ولا القنبري المهم فين ما كنتي في المغرب استعمل وحده جبنا لك هذه الاله هذه يلا بغيناك اليوم تسمعني يلا الله يكرمك سيقاس على فهد بن شمسي شكرا شو رشيد شو
فاطمة ويا رسول الله صلى عليك يا صلات عليك يا نبي الله صلى عليك ديما ديما صلى عليك عدد خلق الله صلى عليك عدد من شجرة صلى عليك عدد من نجمة صلى عليك عدد من حكمة عدد من بكمة يا نبي الله ويا المصطفى يا نبينا يا العربي يا أبو لالا فاطمة ويا رسول الله صلى عليك ويا صلاة عليك يا نبي الله الله يجعل زيدنا شي حاجة زيدنا شي زيدنا شي بركة كلكم خصكم تجيو تفرجوا في هاد التصويره في زيبات التصويره قريبا صحه ياك صحه شنو كتقولوا صحه ما عندي ما نقول المعلم المعلم فهد القناوي لا ما معلمش لا ما معلم امتى كتولي معلم معلم سي توت ان بروسيس باش تولي معلم هي المعلم خاصك تكون عندك درايه على التقناويت هذه عندي وخاصك تعرف الطقوس هذه كنعرفهم خاصك تكون حافظ حافظ داكشي حافظ غير في القنبري مازال ما كنلعب ليله كامله محافظ في الغنى الليله كامله شنو هما لي كريتير اللي خصهم يكونوا في المعلم وكاين اللقب ديال المعلم في الستينات وفي 1920 وفي 2023 ماشي بحال حيت اللقب ديال المعلم قبل كان فيه تسخسيخ بزاف لانه خاص منين تلعب كلشي منين تتعلم تلعب الليله كامله خاصك تتعلم تلعبها بالتخبيه حيت المعلم ديالك خاصك بعدا تكون متعلم ديال شي معلم باش تولي معلم وخاصك تتعلم بالتخبيه حيت ما عمرك غتهز القنبري قدام المعلم ديالك امبوسيبل وخاصك تدبر على قنبري وتعلم تخبيه وما يساقش لك الخبار المعلم ومنين تكون عارف كل شيء شي واحد من لونطوغاج كيمشي يقول للمعلم راه هذاك القراقبي راه كيقضي الغرض صنت ليه هكا هكا ودونك ديك الساعه كيقولوا حباس كيتجمعوا كاع المعلميه ديال البلاد البلاد ماشي المغرب البلاد بحال قلتي كازا المنطقة. ولا المنطقه ديال المدينه ولا المنطقه بحال قلتي في مراكش غيتجمعوا كاع المعلميه ديال مراكش وغيديروا الليله وانت جالس كتقرقب هاد لو جون متعلم جالس كيقرقب وخدامين هما في الليله واحد الوقيته كيقول لهم حبس كيدير المعلم القنبري بحال هكا كيقول نوض كمل هاد نوض كمل ماشي نوض قصر اللي بغيتي راه كاين الطريق طريق طرح غادي تابع طرح وكيحبس فين ما بغى هو وخاصك تنوض وتكمل بحال كان لاعب هو وكيتفقوا عليك المعلميه كاملين الا كنتي قاضي الغراض كيقول لك الله يرضي عليك اوليدي وليتي معلم هادشي في الربعينات بقى غادي هاد الشيء تا دخل اليوتيوب ودخلوا الكاسيت وتبدلات القضيه شويه لانه كتقدر تسمع حيت قبل الا بغيت تشد الطرح راه غتسمعوا عند المعلم ديالك وغتسنى حتى الليله الجايه باش تعاود تسمعوا دونك تقدر تحفظ في 15 عام داكشي اللي اليوم تقدر تحفظه في 6 شهور لان موجود في يوتيوب وموجود في الكاسيت دونك سي ديفيرون كل ايبوك بوحدها فين تعلمتي هاد الشيء معلم ايوا معاهم دابا انت متعلم لا ما متعلم ما معلم ما متعلم انا غير ميوزيسيان اللي كنخدم
اللي عزيز عليا تاكناويت وكنحاول ندير موسيقى بالتاكناويت. دايوغ انا لا فورماسيون ديالي ما فيها جوج ديال القناوه معلمين هما دايوغ اصحابي كيقرقبوا كيقرقبوا معايا اللي هما معلم هشام مرشان ومعلم الشريف مصلوحي. مي انا اللي تعلمت من عندهم اكثريه هو المعلم عبد الكبير مرشان بات هشام وحميد القصري معلم حميد ومعلم حسن بوسو. هادو هما اللي اكثريه جلست معاهم بزاف وشويه مع مصطفى باقبو وواحد اخرين. تحيه لهم كاملين. تحيه لهم كاملين. جمعتيهم جمله هذه المره. فهد بن شمسي وصلنا لواحد الفقره ديال لو ماسك. اييه. اللي هي فقره ديال الضيف مفاجاه. زيد. قبل ما نستقبلوا ونتعرفوا على الضيف مفاجاه، غادي نشوفوا واحد لو بورتري ديكالي وجدناه لك على لو باركور ديالك. شوفوا حالا ونتلاقاو. تخي بيان. مرحبا بفهد بن شمسي، ممثل وموسيقي بارع درس القانون ليتخلى عن المحاكم ويلتحق بالفنون. سبع صنائع والرزق غير ضائع. بدأ مساره الفني كمعد للأكسسوارات لينقز بعدها إلى التمثيل. ما بغيش نشرب طلق، ماش كان عندك قاع هنا؟ اش عندك؟ أتاي؟ أنار دربه بتقمص العديد من الشخصيات وبين السينما والتلفزيون حلم العالمية المدفون سيحييه بالهجرة والاستقرار في أمريكا. غادي نخوي أنا هاد البلاد، اش غنبقى ندير هنا؟ رحبوا معنا بضيفنا اليوم عاشق الجمبري فهد بن شمسي. فهد كي جاك لو بورتري؟ مزيان ناضي والله الا برافو على اللي دار المونتاج، برافو عليه. تري بيان فيه، ما عندي ما نقول. تبارك الله عليك. كون كان عندي ما يتقال غنقولوا ياك. لا هاد الساعه مزيان. لا معدل الاكسسوار اللي ما كنتش سمعتها راه مزيان. فهد بن شمسي اسيدي وصلنا للفقره ديال الماسك. اييه. وخصك اليوم انت تعرف على شكون اللي كاين مور هذاك لافونيتر. سير. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا الصوت شويه غلاي هذا الصوت. ولد واخو؟ ولد ولا بنت؟ ما عرفتنيش. دارك فادور؟ لا هو اللي بان لي الصوت ديالو. لا ما عرفتش، عطيني شي كنت عارفه في الخدمة في الموسيقى ولا في السينما؟ وتعرفني سمعي قليل. اش قال؟ سمعي قليل. سمعي قليل؟ ما كيسمعش مزيان. كنشك، بديت كنشك. قتلنا أنا وياك. كنتي كطيح ديما. بلاتي. نحلوا لافونيتر بعدا. بلاتي. واش متلنا عندك كان عندك العود؟ في بلاصة العود كان عندك الحمار. ما يقدرش يقول لك هذا. حل سكين زوج الناس كون كان ولكن الصوت ديجا دري. هل بلاتي ندير المديدرات ديالك الله يجزيكم بخير. إذا ما عرفتينيش غنقز عليك من هنا. لحيت الفورمات تبارك الله ما كاين زعما عطي العين. عطي العين. كيبان لي أنا كيبان لي وزورو. صح. عمر لطفي. عمر لطفي. العشير جبتو العشير العشير. عمر لطفي. مرحبا بك. الله يحفظك. كبير هذا. شكرا. شكرا لك. كل عام وعمر. سلامتي. جلس هنا من الحسن كنت جالس تما. لا تفضل. بارك الله فيك. شكرا. مرحبا بزورو. السلام عليكم. راه نحيد عليك هذا السي عمر ما بقاش هازو لي ميسيون. تقدر السي رشيد نحط. اياه. السي عمر مرحبا بك. الله يكبر بك. نهار كبير هذا توحشناك اخويا. نهار كبير. اخويا ليكم وحشه كاملين. باش عرفتي شنو لو سين اللي خلاك دغيا تقلعوا؟ الاكثريه ملي بدا كيبني سولته حيت شكيت فيه في الاول وملي سولته على واش كان عندك العود وما بغاش يجاوب وانا نعيق به هو. لان واحد السؤال. اشرح لنا القضيه ديال العود. ناري.
ما عمرني ضحكت في حياتي بحال تبغي تخلي نضاد ولا تحيدهم؟ لا حيدهم ما عمري مزيان اللي قلتيها لي عطيهم لي مبابي اسمع ما عمرني ضحكت في حياتي في واحد التورناج بحال هذا كدرت مع عمر زورو في واحد لاشين تونسيه زوروح زوروح وهو كان لاعب زورو وانا لاعب داك لاعب داك 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 لو ميسون هو لو بون وزورو مكرفاس زورو مكرفاس ولعبوا عمر لا بيرفيكسيون علاش دابا هو خصو يكون عنده الحمار وداك الشيء وعنده العود كان داخل خصو يكون في العود في السيناريو كان خصو يكون على السيناريو زورو خصو يكون فوق العود لا ولكن كاين مشاكل ماديه داك الشيء في لا ولكن المخرج حتى هو معلم محمد عاشور كان وجه له تحيه حتى هو قال لهم في حقيقه العود راه داكور سي تري بيان ولكن باش نضحكوا شويه خصو يكون عنده الحمار دونك كان عنده الحمار وعمر باش قتلني انا حتى المهم ضحكت في داك التورناج نسيت من نمثل انا فاش كنتفرج في داك الشيء كيضحكوني الاخرين وكيعي على راسي عاد كنت كنضحك وقت ما كيدير عمر اونتريسون كيطيح ما كيناش شي اونتريسون اللي ما دارش كيطيح مع الحمار لا ماشي من كان فوق الحمار كان على رجليه كيطيح حيت عنده واحد لاكاب كبير واحد السلام كبير ديرو وعنده داك لو شنو لو فوي بالعربيه شويطه فاش كمينه فاش 3 متر وقت ما كيدخل كيطيح اما كيتعكل في داك السلام وكيجي على وجهه وانا خاصني زعما نبقى سيريو ما يمكنش داك الضحك اللي ضحكت في داك الدور طيحات ديال بصح ما كاينش سيروا تشوفوا حتى تشوفوا هاد الزور هذا غتفهموا علاش كنت كنضحك شرفتينا اليوم سي عمر الله يحفظك بارك وكنتمنوا لك الشفاء لانه عمر كان حي رغم انه كان مريض مسكين وجاه تسمم ورغم انه كان مريض الا ان ابى الا ان يحضر معنا اليوم فصافي خويا بلاتي 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 اسمعني شي حاجه قوه الصداقه والله العظيم ملي قلنا لي معنا فهد لانه كان في المستشفى لانه كان راه تاثر البياس على برا اش بغيت ندخل به خرج من المستشفى وجا لا بصح هذه قوة الصداقة مشكور عمر الله يحفظك كنشكرك على لا كنشكرك على هذه المبادرة الله يحفظك ديال جبتي لي صديق حميم فاجئتيني بهذه اللغة العربية اليوم راه قلت لك راه كنرجع لا راه كيدوي كيدوي فوالا بغيت نزيد فيها ولا نحسب خليك صافي بارك عليا وان شاء الله عندنا سبيكتاكل انا وياه ان شاء الله الجمعة عندنا سبيكتاكل وي والله بارك الله غادي نديروا الالعاب ألعب سيرك تقريبا ألعب سيرك وهادشي ديال انا غنكون كنقول شي نكات وعمر عنده واحد بيرفورمانس كيجسد نكات بالميم بالميم وعنده ديك الدواره الكبيره اللي كيشد كيضرب بها مزيان اللي جبتو هذا الموضوع هذيك ديال التوب هذيك ديال التوب مزيان اللي جبتو هذا الموضوع باش ندير معكم واحد لو جو د ميم هنايا غادي واحد غيوقف لهيه واحد غيوقف هنا انا مريض والله لان واحد فيكم غيحاول يوصل الاخر التصويره اللي غيشوفها بالجيستوال بالميم تفضل سي عمر تفضلوا تصفيقه شحال عليهم معكم مريض عمر هذاك سبيكتاكل اللي غيديروا غتشوفوا دابا لي شونطيون ديالو ان شاء الله شي خاص هرع عليهم معكم العربون هنا سير خصنا نبينوا العربون مع سير شكرا ميمي مزيان صابون البلدي اشنو في الاول اش كان في الاول اش كان في الاول نسحاب اللحم انا شفتو بان لي سير هذا اللي لقيتي لي انا عطيتها ليه هو هذه ما كان راه هو الميم ديال سبيكتاكل انا ما يمكنش هدر وش يا شنو هادشي لا سايق قرد لا 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 ماشي قط اش قلتي ولا صفق قرد قط ها قلت قرد 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 قط قط قرد 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 معلم قرد سلوم
بحال كتعطيني هذاك الشيء صعيب. اخلي 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 والله العظيم اخليك ميمي اخليك اخلي 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 سهل 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 اللي جاي. ماكله تفاحه شفنج لا سفنج لا ماشي سفنج كيتكال هادشي كيتكال كيتكون في صمتة كيكون حدا صمتة لا كيكون مع السفنج ما عرفتش حبس لا خلي حنا غادي حنا غادي كيتقلب كيتقلب شي حاجة كتقلب هادي التبصيل فين كطيب هو كيتكال كبير بيتزا لا خوش سفنج حدلت خوش سفنج وكبير خوش سفنج وكبير تشبه البيتزا شوية السفنج كيشبه البيتزا لا حول ولا قوة الا بالله كبير كبير دونك سفنج ماشي كتشبه البيتزا شوية في الشكل ديالها كتشبه البيتزا شوية ماكلة د المغرب ماكلة د المغرب كتشبه البيتزا وكيتقطع بحال هكا وكتعطي للناس هادشي فهمت وكتدورها كتدورها كتدور هذيك الماكلة كتدورها وكتصيفطها على شي واحد ما فهمتش عصبتي يا صاحبي اسمح لي هي كدور هكا تهزها ها وكندورها باش تكال من العائلة د المسمن المسمن المغري المحنشة رزت القاضي كاب غزال شوف شوف فقاص صافي خليه خليه يشوف خليه يشوف قول يا شي حاجة حرصة قول شي حاجة حرصة اللحية حرصة قول يا صاحبي شي حاجة حرصة ماكينة ديال اش ديال العصر ديال العصر شو عمر لطفي تبارك الله عليك انت من الفنانين اللي بدعوا تبارك الله وقدموا اعمال ناجحه في التلفزيون والسينما شكرك على الحضور ديالك الله يحفظك سبقوا جمعكم واحد العمل موسيقي اخر ما هضرتوش عليه عمل فني موسيقي شنو هو نسيتي فكروها فكم عطيونا ليكستري هذا كان واحد الكليب فاش كنت في لوس انجلوس درته مع مهدي الناسولي اللي هو ميوزيسيان راه كتعرفوه كاملين وكريم زياد وعبد الغني كريجا الوغ مهدي الناسولي في اكادير كريم زياد في باريس وعبد الغني كريجا في امبورغ ولا ما عرفت برلين ولا ما عرفت فين في الالمان وكنبقاو غير في الكونفينمون وفتي هادشي كلشي كل واحد صور بوحدو ما كاين حتى شي واحد راه كاين 40 ديال الناس في هذا الكليب اللي بانوا في الكليب حتى شي واحد ما كان مع الاخر حتى شي واحد صور بوحدو وكتصيفط التصويره بحال هكا وكيصيفط لك بحال هكا وكتعاود ترجع ومن هاد الناس كاملين هنا الاصدقاء ديالي منهم عمر اللي عيطت لهم ديريكتومون قلت لهم ها اللي كاين راه كاين كليب غنصيفط لك واحد اللعيبه غتقول فيها هذا وعدو مسكين وكلهم الحمد لله جاوبوا داروها كاين شي فنانه ما داروهاش غنقولها سميتهم دابا لا قول انا معاك قول قول شي صداع قول شي انا لا واحد فيهم كوميدي ولكن ما غاديش نقول الاسم ديالو لا نو جو ريغول صراحه كلشي قال ليه من غير شي فنانه اللي قالوا لا حتى هادشي اللي عاد قلنا هاد دابا يكونوا غير لا حيت ما تاقوش قالوا ما عرفناش صرا فين غنلقاو راسنا واش غنلقاو راسنا في شي مشكل والاخرين كاملين راه كاين دي بانتر كاين دي سكولتور يا دي زيكريفان يا دي شونتور يا دي اكتور يا بزاف ديال الحوايج كاين خراز كاين نجار بزاف ديال كازي كلهم اصدقاء ديالي هادوك
وصفت لهم غير داك لو بيتي غوفران ديال هذا وعدو مسكين وقالوا وصفتوا لي وداروا فيا الثقه والحمد لله كليب خرج هو هذاك. انت الان كتعيش ما بين المغرب وامريكا ولا لا سقر دخلت انا المغرب؟ اشنو اللي خلاك تهاجر لامريكا؟ عرفنا انك مشيتي لفرنسا باش تقرا. نعم. ولكن علاش مشيتي امريكان؟ صراحه بصراحه علاش؟ بغيت نجرب راسي. قلت غادي نمشي دابا الحمد لله كاين كارير في المغرب الحمد لله توفا بيان. بغيت نجرب فراسي في شي بلاصه اللي ما كيعرفني فيها حتى شي واحد واللي ما يمكن حتى شي واحد كتعاود تبدا من الاول. شتي ملي مشيت لامريكا بديت كندير الادوار ديال كندير لي كاستينغ ديال الادوار ديال ثلاثه ديال الجمال اربعه ديال الجمال. ضرني قلبي لانه فهمت تما بكانهم كاينين لي وان داي اكترز اللي مولف يجي يقول ثلاثه الجمال ديالو ويمشي في حالو. انا ديك ثلاثه الجمال مع الشري دوز في المغرب ما كنقدرش نكري بيرسوناج ثلاثه الجمال حيت ما عارف عليه حتى شي حاجه. دونك كندوز كاستينغ كنكون عيان ما كياخذونيش. بقيت حتى لقيت واحد المانجر مزيان واحد لاجون تما مزيان اللي بدا كيدخلني الافلام زوينين اي جي بي الحمد لله نخدم شويه تما. يلاه ماشي درت بلاصتي بعيد على ندير بلاصتي راه امريكان هذيك راه غير في لوس انجلوس كل عام كيجيو 100000 100000 راه ماشي كلمه خاويه هذه كيجيو في لا بايلوت سيزون 100000 ممثل كيجيو من ولايات اخرين لوس انجلوس بين فيفري وابريل باش يخدموا حيت هي لا بايلوت سيزون كاع لي بيلوت ديال شي مسلسل جديد كيتدار في هذيك 100000 كيجيو دونك لا كونكورونس كبيره انورم. ولكن يمكن البروفيل ديالك كيجيو مختلف. لا وي اللي كان العرب تما موجودين وصحاح وزوينين وكيركبوا على العود وكيشطحوا. انت فيك واحد الخليط ما بين عربي هندي الا بغاو هندي غيعيطوا على هندي. شوف فهد راه كان غيتخاد في مسلسل كبير واقيلا راه هندي اللي داه هندي ولا هندي اللي داه اي سي فغي هذاك ديال امازون والله انا ما غاديش ياخذوني على هندي حيت كاينين الهنود وفي كنقول لك كاين لا كونكورونس ديال العرب موجودي وصحاح وكبار وزوين والحياه الدراسيه وكيدير العاود والسوق الطوموبيل وتنقز من الباراشوت. دونك انا جيت يلاه خاصك دير بلاصتك مشي ما درتش بلاصتي بعيد على ندير بلاصتي ولكن يلاه بديت كنشد خدمت هنا وخدمت هنا وخدمت هنا والديريكتور ديال الكاستينغ تما حتى الا ما خداكش وعجبتيه راه كيخليك في لا بون دو دوني. دونك كان عندي واحد جوج كاستينغات واعرين ما صدقوش كان يمكن لهم يبدلوا الحياه ديالي. واحد الفيلم برودوي بار مارتين سكورسيز فاش المخرج ايراني كان باغي نكون انا الدور الاول وما دوزش الكاستينغ عيط لي لاجون قال لي راه بغاك. قلت لي بابني كيعرفني كيفاش دبر عليا؟ قال لي راه ما عرفتش بغاك انت للدور الاول ديالو. صيفطني لاجون برودوي بار مارتين سكورسيز عند راسي غنتلاقى بمارتين سكورسيز. ما كانش مارتين سكورسيز داك النهار كان البروديكتور الاخر. دخلت عند بامان غوبادي سون كاستينغ ني ريان على اساس غيهضر معاك باش يعطيك الدور الاول. لا حول ولا قوه بالله عرفتي كلشي كترغى في امريكان. ودخلت عند السيد والكلمه الاولى اللي قال لي السيد هضر معايا اون فارسي بالفار شنو هي الفارسيه فارس هضر معايا بالفارسيه. ملي هضر معايا بالفارسيه عقدت كاين شي مشكل. قلت لي راه ما كنهضرش الفارسيه. قال لي واه على ما كنهضرش الفارسيه. قال لي لاجون ديالك كتهضر. قلت لي لاجون ديالي قال لك راه يمكن نحفظ الفارسيه ولا نقدر نمثل بالفارسيه ولكن راه ما كنهضرهاش. قال لي دوماج ماشي قال لك دوماج راه كانوا عندي ثلاث الكلمات شارغوف شاربادوف شارناطوف صعيب لا تقدرش تهضر عندنا لي لاتر كلهم اللي كيقولوا عندنا يا تقدر تحفظ وتمثل بها ولكن قال لي المخرج دوماج راه بغيتك انت ولكن انا ما كنهضرش نقول هذا البروديكتور اللي كيترجم وفي الاخر قال لي بغيت نديريجيك انا بالفارسيه حيت انجليزيتي ناقصه. قلت لي غنتقاتل معاك ما تخممش. قال لي اسمح لي كنتي كتمنى تدخل لهوليود بيان سور هذيك هذاك الفيلم كان يدخلني ديريكت. درت حوايج اخرين درت هوم لون درت المسائل يلاه بدات كتشد شويه ويجي كوفيد 19 ويحبس كل شيء. غادي نشوف واحد الصور ونعلقوا عليهم جميع ايه علق معنا تاع سي عمر وي هذا عمر لطفي هذا فهد بن شمسي مجدولين ادريسي كنصبغك شعرك حل وفي خبرك الملامح ديالك ما تبدلوش الملامح يعني ما يعني راه هو انا ما تبدلتيش بزاف واش نقول لك هو انا انا زاد زاد غير الشيب كاين الشباب زاد الشيب كاين الشباب شويه. شوفوا صوره اخرى سوميني هذه هذه الولد كيشوف الليموني. نعم سيدي شتي داك الجليبه في الليموني ديك راه الجليبه ديال الصوف الله يجازيك بخير راه تريكوتيا هذا هاد الكليسات هادو هما اللي كنعشق باقي اليوم. فين هادي؟ هذه هذه في هذه في واحد الفيرما ديال جدي في الله يرحمه في حدا خارج في الودايه خارج على مراكش وانا هاد الكليسه هادي دابا تبروبوزي لي دابا سواريه فيها 250 ديال الناس وغنتلاقى بعباد الله والمساق والمسائل وكليسه قدام لا شوميني غنمشي غتختار هادي غنختار هادي. نشوفوا صوره اخرى شاروخان صافي
دابا التصويره اللي عاوجه ولا جبهتي كبيره؟ لا التصويره شوف جبهتي كبيره. واش فكرني هذا؟ فكرني بداك بداك المجرم ديال القضيه، فكرني الرعده. هذا شوف هذا الرعدو، هذا الرعدو. انا 100% والله يا خويا مصورينك بزاف. هذه هذه سيدي هذه فرنسا كنا. ايه فرنسا، هذه فرنسا. شوف الحلف حلف على باقي ما باقي ما كملت فرنسا. مشيتي تقرا بوحدك؟ مشيتي بوحدك؟ مشيت بوحدي نقرا. مشيت نقرا الدغوا وقريت الدغوا، قريت في كان خصني نقرا في 4 سنين، قريت في 5 سنين ونص وجبت الدبلوم ديالي ودخلت في حاجه. هذا الدبلوم خديتيه ليك ولا على قبل لي بارون اللي قالوا لك قرا وجيب دبلوم؟ الوغ انا فاش كنت كندير دغوا كان عاجبني الدغوا صراحه، والله الا كان عاجبني، وكان البلان هو ندخل وفريمون كنت باغي ندير النوتير مع الوالده الله يرحمها. ومنين دخلنا دخلت المغرب بان ليا في الموسيقى وداك الشيء وغبت على ديك الهضره. الوالده الله يرحمها كانت نوتير. اه كانت افوكات ومن بعد نوتير. نسولكم على شي حوايج وتختاروا ما بين هذه وهذه. واخا واخا بعض الاحيان كيصعب بالاختيار، الا سولتك الغناء ولا التمثيل؟ اذا كان خصك تختار واخا انت كديرهم بجوج ولا بدا خاصني نختار؟ ما اذا كان خصك تختار. اختار التمثيل. التمثيل نقدر نختار، ما عرفتش. واش انت مغني وممثل ولا ممثل وغني؟ تالف ما عرفتش اش كندير. ما عرفتش اش كندير بصراحه. انا ماشي مغني، بعدا ما كنحس براسي مغني. واخا وكتغني كدير دي كونسير كدير. وي 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 ولكن ماشي مغني. ميوزيسيان بغيت زعما. وي ماشي شونتور سبيسيالمون. عندي لا نيش ديالي فين كنخدم. فواحد مثلا ما نقدرش نمشي نقول لك انا مغني وغدا نغني الراي، ما نقدرش نغني الراي. نعم دونك اللي اختاريتي بيناتهم اكثر تميل اكثر للتمثيل. الموسيقى. 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 عمر لطفي التلفزه ولا السينما؟ السينما بصراحه. السينما بحال واخا كنشوفوك عمل تلفزيون اكثر من السينما. عكس فهد. لا هو هي حيت ما كيعيطولوش وصافي، هذا الشيء اللي كاين. والله حتى الجواب صحيح. واخا وراه جواب صحيح، راه ماشي طنز، راه جواب صحيح. ما تعيطوش لك، هنوني. بقاو تعيطوا لي. لا 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 شوف شوف، لقيت لكم المرة ديالكم. لا 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 كانوا غير كان في امريكا. ولكن هو قال في فهد كان في امريكا. علاش ما سولتوش؟ لانه في بداية الحلقة سولته وقال لي انا كنفضل السينما على التلفازة. لا حتى هو حتى شي الممثل. الممثل كيلقى حتى المخرج اللي كيخدم معاهم في التلفازة إلا سولتيهم نفس السؤال غيقول لك انا كنميل للسينما اكثر من التلفازة. وراه هما نفس المخرجين اللي كيخدموا معاهم في السينما. وانت كتميل للمال ولا الشهرة؟ شنو اللي كي دابا ولا بدا خاصني نختار بين هادو؟ اختار بينهم المال ولا الشهرة؟ المال. المال. المال ولا الشهرة عمر؟ المال ولا البنون؟ شوف انا كنقول الشهرة كتجيب المال. لا الشهرة غتجيب المال، دونك اختار الشهرة. وانا الشهرة غتجيب لي المال. وانا ضربت عصفور بحجر واحد. ماشي كاع الشهرة. شوف الجواب ديما فكر، ملي تجاوب فكر. المال هاي الشهرة. ماشي كاع الشهرة تقدر تجيب لك المال. والمال كتجيب الشهرة حتى هي. ماشي كاع الشهرة تقدر تجيب لك المال. اخويا كاع اللي مشهور دابا داير الفلوس. كلشي كاع اللي مشهور داير الفلوس. هضر على راسك اخويا. لا. واخا سيدي، السفر مع العائلة ولا السفر مع الأصدقاء؟ العائلة. 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 ياك. واخا الناس كيقولوا بانه تسافر، فاش كنتي كتسافر لامسوان وتسافر للصويره وداك الشيء مع صحابك؟ واحد ما كانتش عندي العائله. العائله ديالي زعما مراتي وولدي. كاين واحد الجروب ديال صحابي، حنا جوج ديال ثلاثه ديال الصحاب، هذو الصحاب ديال الصغر كنتعرفوا هذه 40 عام وحنا كنتعرفوا وكنبغي نسافر معاهم. ولكن الا جيت نختار اصدقاء اللي غير هكا ولا شي حاجه تبريفير نمشي مع العائله. ولكن في الصغر كتقول واش تسافر مع باك وامك ولا مع الدراري؟ يلاه نمشي مع الدراري. واخا عمر لطفي، السفر مع الاصدقاء ولا العائله؟ شوف السفر مع العائله، انا شحال هذه كان كيعجب مع اصدقاء. دابا هذا الشيء اللي كاين الحمد لله. خليني نجاوب صراحه، حيت انت كتعمق في الجواب ديالك. سير ديرك الجواب اصاحبي، غير اسمع. شوف السفر مع العائله علاش؟ شحال هذه كنت كنضيع وقتي في السفر مع الاطفال، مع الاصدقاء. فهمتيني؟ اللي هما اطفال بصراحه. دابا العائله، دابا اي وقت عندي مع العائله. شتي شوف ديريكت. ديريكت. العيش في امريكا ولا في المغرب؟ في المغرب. المغرب 100% 100% 100% بدون لغه ديال لا 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 ولا بدون لغه خشب نهائيا. انت طبعا انا بلا ما تسول انا شو انا نمشي شو نمشي للتمازيغ؟ عايش في اوكوك. شو نمشي للاوكوك؟ عايش في تارودانت ولا في كازا؟ يا خويا غير اوكوك تارودانت اوكوك. والله تا بخير فري. عمل درامي ولا عمل كوميدي؟ كوميدي. اذا طاحوا في نفس الوقت كوميدي. لا الى طاحوا في نفس الوقت العمل ماشي على شكون اللي كيدير الاخراج هذا وشكون هذا. ولكن الا كانوا بجوج مخرجين مزوينين وبجوج فيهم
كيتسنى صافي بلا ما كيتسنى الجواب ديالي كيتسنى لا بلاكس بلاكس لا كيشوف وما كنجاوب حيت كان باغي يقول شي حاجه واثار انتباهي لانه عيني كدور فهمتي كمل يا استاذ كوميديا نعمس لا كمل الا كانوا جوج مخرجين مزيانين وهذا الدراما وهذا الكوميديا غنمشي للكوميديا عمر انا دابا بغيت ندير الكوميديا صراحه بغيت الا سولتكم علاش ما كنشوفكمش في سيتكم انا حيت ما كيعيطوش ليا هو يمكن كيختار ما يديرهمش لا لا مش هاد لي سيتكم اللي دازوا في التلفازه كون عيطوا لك غتشارك فيهم انا نشارك شوف نقول لك ماشي كنقول واحد الحاجه قسما بالله الا الظروف فين كيشتغلوا هاد الناس وكيفاش كيوجدوا داك العمل وكيفاش كيدوز الجمهور زعما نتحدى شي تجيب ديكابريو فلاسوم راه غياكل العصا ولكن راه باز داكشي اللي كيديروا وباز دوك لي كاع كيفاش كيلقاوهم وبديك المساحه ديال سميتو ماشي زعما كننافق راه كيضربوا واحد التماره اللي ربي اللي علم بها باش يخرجوا داك البرودوي ولا شي لان ما كاينش لو طون ما كاين حتى شي حاجه هادشي كاين بصراحه ولكن مثلو سيتكوم مثلو انا وياك لا نمثلو شوف سيتكوم يجي سيتكوم انا فات والله حتى غنديروا حاجه غنعرف غنتك عليه وغيتك عليه في شي حوايج دونك نديروا ما نخرجوا راسنا ولكن راه بحال اللي قال هو راه العذاب العذاب صعيب عندكم واحد الفان ديالكم تعرفوا بانه انتم تبارك الله كتلاقاو مع الجمهور الشارع كيتلاقاوكم بزاف ديال المعجبين عندنا واحد المعجبه ولكن مالها قديمه شويه يلا قديمه بغات تهضر معكم تفضل السلام عليكم قطعي قطعي مجدولين انايا داخل عند رشيد وداخل عندو قطعي قطعي مساء الخير واه واه مساء الخير تول تول وانتم كي دايرين الله يلا بخير الحمد لله مرحبا بالجمهور الزين بعدا وليدي عمر انت مدور معايا من اليوم ما نقصحش معاك الهضره ما تقديش لا ما نقدرش ها قول لي عدي مع الحساب ها يلا شوف كي دايره وليدي فهد الله يلا بخير الحمد لله داير مع الصحه الحمد لله انت شت الزين جابو ربي شكون اليوم شنو هي الزين جابو ربي قال لك اللي زين زين واخا يعوم من اثنين لاثنين عمر انت وليدي راه حقاني شهد في صحك مرحبا داير معايا لافوت اش دار رشيد ما تفكنيش لا خليني مني ليه منك ليه تعا قول لي يا وليدي واش انت معقد من جهه العيالات علاش عا قول لي واش كتحمل العيالات ولا ما تحملش العيالات كنحمل العيالات ومالك وليدي مع مجدولي الادريسي على عشيرتي مجدولي ولي على عشيرتي شهد وليدي عمر شهد هذيك الدريه سطاح لا حشومه ولات هزه التليفون ودايعه كتشهد في عباد الله هادشي كاين ولا ما كاينش كاين والله الا كاين وشوفي وكتعيط لي وتشكى وكل شيء ولكن ما يسوى ما يصلح اجي نقول لك واش انت شامه ريحه حاجه وانت انا راه شامه ريحه حوايج اوكي علاش راه الدريه راه سطاح علاش بعيد الحب ما جبتيش ليها الكادو؟ بعيد الحب كتقول لمراتك هذيك عشيرتي بحال عمر بنت بغيت يبات في دارهم بحال عمر؟ هذيك الشهوبية كاملة وقال بحال عمر سمعوا الدريان العشرة عارف العشرة رد العربي الشفناج هي زوينة عليه هي زوينة على عمر زوينة على عمر انت باقي بارك حداه لا والله إلا شفتي حبيبي حبيبي ما تصبروا له بعدك ما ديري بعدك ما تشوف تتخرج كيفاش يا وليدي؟ خليتي الدريه راشي راه عيطت ليا راه جايه اليوم انا على حالفه عليه وقالت لي منك لي ولكن راه هو راه مزوج قال لك راه مزوج واخا مزوج راه يضلوا يديروا في ستوريات هو يقول لها وريني راسك بلا ماكياج وهي توري تقول لي وريني راسك مشعكك هذيك راه العشره هي هذيك العشره هي هذه العشيره هي هذه العشيره والعشيره تفقسه لا حتى هي فاقساني نكذب عليك دابا انت رومانسي انا رومانسي كنظن بانني رومانسي ما عرفتش عمر خصك تسولوا المراه وجهك قاصح ها هو شهد فيك والله حتى شهد فيك والله حتى رومانسي دابا انت رومانسي اييه عمر شحال مره كتقول لمرتك كنبغيك ويلي قلت انا غي حصل حصل لكن يقولها لها دورنا معاك وتا وليدي فات شحال مره قلتي لها كنبغيك ماشي ما نقدرش نقول لك شحال مره قلتها لها حيت كنقولها لها 20 مره في النهار وشوفي تما كنهضر معاها انا التليفون كنقول لها انا حبيبه عندي غير في الو وي حبيبه وي شيري وي شتي كاع اللي كيقول حبيبه وشيري كيكون باقي ناسي السميه ما محفوظاش ليك اه عندك الصح والله الا عقلتي به ها دريات شتي
كاع اللي طول عليكم. الو حبيبه، الو كبيده، عرفي راه ناسي سميتك. يا نزهه يا فاتين يا حياه، عتالف ابنك اجي. واللي مزوج 12 عام اش غينسى الله يهديك، ترى السميه حفينا لها. وليدي عمر دخلت عليك بالله، المراه اللي ما ديرش فيك السكر والطونسيو كتسميها مراه؟ واش المراه هذيك؟ ماشي مراه هذيك، هذيك راه ما كديرش، هذيك راه بوطه ولا بوديزه في الدار. ترى المراه خاصها دير المشاكل، المراه المغربيه خاصها تشوفي الا ما طلعش الشيب هذيك ماشي مراه. انا ما متفقش. شوف وليدي، طبعا هذه الهضره المراه المغربيه ضروري خاصها وليدي فهم. طيحنا النيفو شويه، طاح النيفو. بلاتي بلاتي، صبري صبري، نطلعوا النيفو. سير نطلعوا النيفو. المراه المغربيه والله ما غيطلع، وخلي خلي والله ما غيطلع. شوفي والله تعايق راه برزتنا في السكاتش، خليها تفضلي تفضلي. لا كمل المراه المغربيه، شفتك سكتي حيت ما عارف ما نقول. لا لا دابا انا ما كنبغيش، ما يمكنش لك تجمع المراوات كاملين في المراه بحال قلتي الراجل. راه كاين 20 مليون المراه، كل وحده بشكل فهد. لا لا دابا وليدي دخلت عليك بالحاجه. المرأة ضروري خاصها دير رابعة ديال الحب وجوج كيلو ونص ديال النقير. إلا ما كانش نقير ماشي حي. لا نفضل ما يكونش نقير، هادشي باش كنطلعوا شوية النيفو. اش نقولوا المرأة نقير نقير نقير؟ لا، كاين مرات يمكن نقروش، كاين أنا هو النقار في الدار عندي ماشي هي. عليك بالله. بعد بعد لا يطليك بعد. والله حتى كيكذب. راكي حراكي حلف على كيحلف على الكذوب زعما، ما كاين عندوش المشكل. وغني ليا والله الا انا اللي معقد. وعليا بلي ميتة تغني، واخا تغني عايشه مولات المرجه حيت مجدود. حلفتي حلفتي حلفتي. عمر فكر معاه ترى عايق بيه. لا يغني يغني، حتى هو اللي غتصيفطو للحبس عمر. شي حاجه حنينه. ألا لا ملكة، ألا لا ملكة، ألا لا ملكة وشريف العلوية. لا لا ملكة، ولا لا ملكة، لا لا ملكة وشريف العلوية. هذيك لا لا ملكة، ولا لا ملكة، يا عرفة ما بيها. ولا لا ملكة، مولات شعور تبيها. ولا لا ملكة، أه ملكة شريف العلوية. الله يعطيك الصحة. انت هو اللي غتبيتو اليوم في السيلون. الله يحفظك. انا علمت. سلامة عليكم. سلامة بسلامة. تبارك الله عليكم. صحة. درتوا لنا جو زوين في البلاطو. الله يحفظك. الحمد لله. عمر شكرا لك اخويا على حضورك معنا. شنو ماشي زعما؟ غير خليه غير خليه. تبخا؟ غير خليه. دابا تهضروا معايا غير هو مجمع معنا. بقى خويا بقى. مرحبا بك. انا عرفتيش كي انا كنصحاب هو غيمشي. نقدر نخلقوا القانون ديال راشد. انا قلت انا قلت غتعاطفوا معايا ومخكم مريض. والله الا مريض، والله الا مريض. والله انا نقول ندعي وانتم قولوا امين. امين يا رب. الله يشافيه. امين. الله يهديه. امين. الله يحفظه عليه. امين. سير اخويا بحال الله يدوز من الطريق البيضاء اللي داز منها الحبيب سيدنا محمد. تصفيقات على عمر لطفي. الله يحفظك، يكبر بك خويا. شكرا لك. بارك الله عليكم. شكرا والله الا شكرا اللي جبتو عمر. اخر كلمه في حق عمر هو العشير ديالي ديال بصح، وفنان سوبر اكتور و سوبر هومان. تحيه لعمر لطفي. فهد اسيدي، كاين واحد الشاب مغربي تبارك الله موهوب، فنان عنده طاقات صوتيه كبيره، وماشي غير كيغني ايضا كيدير له شو سيغ سين. هو من اللي فيناليست ديال برنامج ستار لايت. اليوم غادي يغني لنا اول مره وحصريا اغنيته جديده اللي سميتها اول مره. اول مره في اول مره. اول مره في اول مره. يلا استقبل من بحر رافعكم الفنان محمد عطيف.
ومنين نمحتك اول مرة عادت روحك تزهر منين نمحتك اول مرة عادت روحك تزهاري نختير نشوفك المرة منين نمحتك اول مرة عادت روحك تزهالي نختير اشوفك المرة شوفك المرة منين لمحتك اول مرة عادت روحك تزهاري نختير نشوفك المرة وانتي زينة والله وزينك ما شاء الله نخليك من الله من الله من الله جلالي الله لك هدا حبيبي جلالي الله واش قالنا واش قالنا اسمع اسمع نبغيك تسكني لي داري يا زيني يا قماري هو ناري 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 قلبي شعلت لي ناري نبغيك تسكني لي داري يا زيني يا قماري هو ناري 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 قلبي شعلت لي وانتي زينة والله وزينك ما شاء الله نخليك من الله من الله من الله جلالي الله عليك هدا حبيبي جلالي الله عليك هو انتي نصيبي جلالي الله عليك هدا حبيبي جلالي الله عليك يوي 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 زينة دي الطفلة والله زينة زينة اي والله زينة دي الطفلة والله زينة زينة ما شاء الله زينة دي الطفلة والله زينة زينة اي والله زينة دي الطفلة والله زينة 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 دي الطفلة والله زينة زينة اي والله زينة دي الطفلة والله زينة زينة دي الطفلة والله زينة 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 دي الطفلة والله زينة ما شاء الله أبو شارك معي أبو أبو برافو حبيبي بارك الله عليك برافو شكرا برافو عليك صحة صحة تبارك الله عليك برافو عليك الله يحفظك برافو برافو هادشي حساني هادشي شوي حساني سي سوبر برافو عليك ما شاء الله برافو برافو صحة محمد عاطف فيناليست ديال البرنامج ستار لايت انت تبارك الله من المواهب اللي قدروا انهم يبينوا على طاقة كبيرة سواء على مستوى الأداء في الصوت وأيضا كان كيدير دي كوريغرافي تبارك الله عليه وكان متميز منوضة صح لا لا وعلاش غادي تسولو غنخليك تسولو أنت علاش اختار هذا اللون الحساني الانتماء ياك اللون الحساني تلقيت راسي زعما تلقيت راسي كنبدع فيه ولقيت راسي تلقى راسي زعما فيه الأصل ديالك منين؟ أنا صحراوي أصلي صحراوي من بنت العيون صح تبارك الله ما شاء الله عليك ايوا عطينا دابا شي موال حساني اها الله بس الله بس ترى
تلقاك برقباني الغيدات. واش قال لك؟ تملقاك برقباني الغيدات، تملقاك برقباني الغيدات، عاد نشوفك عاد نشوفك عاد نشوفك حلالي. تملقاك برقباني الغيدات، عاد نشوفك انت حلالي. ما شاء الله عليك فهد، كي جاك الصوت؟ ناس الحساني جادو. تبارك الله تبارك الله، انت تبارك الله فنان كبير. الله يحفظك الله يحفظك. ميرسي ميرسي، صافي بليزير. هذا اللون الحساني اللي تري تري دوغ اي تغنى ياك. تمام، راه صعيب بزاف باسكو طالع هابط، طالع في انتقالات كثيره، خطر. تبارك الله، راك ميتريزي شغلك. ما عندي ما نقول. لا باش نقول لك دابا، دابا باش باش فهد ينشط مزيان اكثر، عطينا شي حاجه قناوية. أنا ناشط بالحساني، نشطنا بالحساني نيت. حسنا ويا ليلى، حسنا كذبت علي، حسنا ويا ليلى، حسنا ويا جارتي، حسنا ويا جارتي، حسنا ويا ليلى، ليلى وكذبت عليا. حسنا ويا ليلى، حسنا ويا جارتي، حسنا ويا جارتي، حسنا وحبيبتي ليلى وكذبت عليا. مشيت عند بوها نو يا جاري، اجلو يا جاري، يا بنتك زينة زينة وشغلت لي. حسنا ويا ليلى، حسنا ويا جارتي، حسنا ويا جارتي، حسنا ويا ليلى، ليلى حلبت عليا. ألف ديناري، ألف ديناري، قالت لي والله والله وخرج من دار. حسنا ويا ليلى، حسنا ويا جارتي، حسنا ويا جارتي، حسنا ويا حبيبتي ليلى وكذبت علي. عندي فرغوش، بارك الله عليك. صحة صحة، عندك فان جديد وانا انا راه فان ديالك. الله يحفظك، الله يكبر. صحة تبارك الله عليك، صحة. ميرسي يا ميوزيسيان. و غادي تكمل في هذا اللون الحساني ولا عندك دوطر ستيل غتغنيهم؟ يعني صراحة كاينين اغاني حسانية وكاينين اغاني في فانك. صراحة بغيت ندير فانك حساني، وهي الاغنيه اللي جايه جديده ان شاء الله، سميتها غير قولي ليا، فانك حساني. ولكن من بعد ماشي بالضروره زعما نقدر ندير حساني. الاغنيه اللي حطيت ديرنيارمون ما ناسيش ماشي حسانيه، افرو دارجه، والموسيقى تتبقى عالميه زعما فين الوقت اللي جات غادي نخدموها. تقدر الصوت ديالو يدير بها كل شيء. تبغي تسمعوا شي حاجه فهد؟ نبغي، يلا شو تسمعنا مغربي شي حاجه. يا ميمتي يا ميمتي، جاك النعاس انا ما جا، يا ميمتي يا ميمتي، جاك النعاس
شكل نقص انا ما جا خدنا يا سلام هزوا بنا العلم زيدوا بنا القدام ولا خياب الدم زياد وهذا عيط واصيب الله وانا حبيبة وهي خدنا يا سلام هزوا بنا العلم زيدوا بنا القدام ولا خياب الدم زياد الله يعطيك الصحة. شكرا لك محمد عاطف. شكرا لك. شكرا لحضورك معنا. كنتمنى لك ان شاء الله مسيرة موفقة. في الأخير باش كتوعد قمة غدرنا باش كتوعد الجمهور ديالك ولي فان ديالك اللي كيشوفوك من راشيد شو اليوم. كنوعد بحاجة وحدة هو أنه ما عمرني غادي نحط يدي حتى يشوفوني كيف ما تمناوني. حيت بصح كنقرا دي ميساج ديال الناس تيبغيوك تيبغيوك الوالو ما عطيتيهم حتى شي حاجة تقدر تكون عطيتيهم رسالة فنية. تيقولوا لك كنتمناو نشوفوك ستار نشوفوك نجم انا كنوعدهم انني ما عمرني غنهبط يدي حتى لما وصلتش غنموت وانا كنحاول شكرا لك بزاف وتبارك الله عليك صفيقه محمد عاطف شكرا بالصحه شكرا بارك الله عليك ابيانتو شونتي تبارك الله عليك الله يحفظك تبارك الله عليك برافو برافو عليك برافو عليك الله يحفظك الله يحفظك برافو عليك فهد بن جمزي غادي نكمل معاك لو شو وغنعطيك الان فقره ديال عمل وسؤال اييه نعطيك العنوان ديال واحد العمل خدمتي فيه وعنده علاقه بواحد السؤال اللي غنطرح لك واخا اوكي يلا. درتي واحد العمل سميته موت للبيع اييه واش كتخلعك الموت كاين بزاف الناس عندهم الفوبي من الموت نو لا لا ما عنديش لا فوبي من عندي لا فوبي من التعذب باش نموت ولكن لجات الموت جات غير ما تعذبش بزاف قبل ما قبل ما يتم الامانه امانت درتي عمل سميتو صورتك بين عينيا اييه شكون هو الشخص اللي صورته ما عمرها فرقات عينيك لحد الان ولدي ولدك الله يخليه لك امين احباط عمل احباط والسؤال هنا غنسولك على البدايه ديالك واش تعرضتي للاحباط بيان سور كتعرض لا ديسيبسيون حيت كتسنى شي حوايج يجيو وما كيجيوش وكتفهم بعد بانهم غيجيو مع الوقت بلا حدود مالو واش كيبان لك الفن خصو يكون فيه الحدود ولا لا ما عندوش الحدود ما عندوش حدود لا نهائيا نهائيا كنشوفوا حنا شي حوايج ديال شي بلادات اخرين كنشوفوا السينما ديال الكوريين حنا ما كنعرفو حتى شي حاجه على الثقافه ديال الكوريين وكيضحكوك ولا كيبكيوك دونك لا ما عندوش الحدود القضيه هي وهنا غادي الطاقيه القضيه في الطاقيه بغيتك تقول لي شنو هي القضيه اللي ما كتعجبكش في الميدان الفني النفاق النفاق اه ما كتحملش النفاق لا ما كنحملش النفاق وما كنحملش الكذوب بحالهم بحال ايغاليتي الكذوب كنحقر انا الكذاب ما عمرك تريتي تنافق باش لا ما كنافقش تبقى في شي عمل وما تخلقش عداوات مع الفنانين لا جوستومون انا كطرا لي مشاكل حيت ما كنافقش كطرت تكذب بعض المرات ولا لا لا كاين داك الكذوب الابيض باش ما تضرش شي واحد كتكذب عليه كاينين الناس خاصهم معاك في الميدان الفني بسبب هاد الصراحه ديالك وهاد القضيه ديال انك ما تبغيش جوستمون تنافق نو الحمد لله ما مخاصم مع حد ما عندكش عداوات الميدان الفني نو ما عنديش عداوات عندي نو ما عنديش عداوات عداوه لا عندك ناس ما كتهضرش معاهم ما كنهضرش معاهم لا نقدر نهضر معاهم في بلاطو ولكن باش نقول لك راه العدو ديالي لا فهد نسولك على فتره ديال الغياب ديالك واحد الوقيته غبتي على الساحه الفنيه بسبب يمكن الهجره ديالك ولا بسبب الهجره شنو ما غبت على الساحه الفنيه غبت على الساحه الفنيه المغربيه مي فاش كنت تما راه كنت كندير داكشي اللي كندير هنا كانوا اعمال اللي اشتغلتي فيهم تما وي اعمال قويه كبيره كان عندك ادوار كبيره ولا غير ادوار كبيره نو كانوا عندي ادوار مزيانه مي زعما المساحه الادوار اللي عندي في المغرب ماشي اللي كانت عندي في امريكان ما نكذبوش لا كتحلم توصل للعالميه علاش لا ولكن ماشي هذا هو الهدف انا قلت لك قبيله الهدف ديالي ماشي هو الشهره ماشي هو الشهره هو انك لا. تشتغل في نشتغل ونعيش مزيان بهذا الشيء اللي كندير هذا هو وكتعيش مزيان بهذا الشيء اللي كندير الحمد لله تقول لي زعما الفن واش تقدر تعيش به مزيان
هو باش تعيش بالفن جوبونس خاصك تكون جيستيونير مريقل حيت ما عرفتيش الضربه الثانيه فوقاش غتجي دونك الا ضربتي هاد الضربه وجمعتي فيها فليسات ما يمكنش لك تبدا تصرف في داك الفلوس حيت ما عرفتيش الثانيه بحال كنتي فاش كتكون سالاري كيجيك سالير مزيان كتعرف راه غادي واخا نطرطق داك السالير راه هو لو دو دو موا غادي تحط الاخر دابا هادي لا واخا دير شي فيلم ولا شي مسلسل تربح فيه الفلوس بزاف ما يمكنش لك تخسر داكشي اللي بغيتي لانه ما عرفتيش اش طاري من بعد دونك الا كنتي جيستيونير مزيان راه غتقدر تعيش حياه زوينه وديما تخلي تيجي الفيلم الاخر كنتي كترتق راه غترتق وغتصدق بحال والو بحال بزاف ديال الفنانه كيقولوا ولا ما كيديروش علاش يرجعوا كيقولوا بزاف ديال الناس بانه الفنانين المغاربه ما عندهمش جوستمون اون جيستيون دو كارير يعني كتلقاه كيخدم بطريقه عشوائيه و ما عارفش شنو جاي مثلا يقدر يقول انا اليوم خدمت في مسلسل غدا نخدم فيلم ندير المسرح نقدر ندير بيان سور يقدر يدير اللي بغا ولكن من بعد ما خاصوش ممكن عارف شنو غيدير الطريق مستر شنو باغي يدير فين باغي يوصل بحال قلت لك لا جيستيون دو كارير هي نبدا نقدر نختار بون دابا راه كنختار ولكن شي مرات كتاكل العصا فاش كتختار حيت ما كديرش شي حاجه دونك ما كتخدمش ولكن ما كرهتش نوصل لذاك السن اللي بغيت نوصل ليه انا وندير غير النقيلات اللي بغيت ندير ونكون فينانسيغمون اليز في المسار ديالك الصدفه لعبت دور كبير في التحول كامل آه يعني ما كنتيش باغي تكون ممثل وعاودتينا القصه واش الصدفه مازال عندها الحظ في الطريق اللي غادي فيها انت يعني مازال بعض المرات كتشوف شي حاجه صدفه تقدر هي اللي تقدر لا نبدل لا جو بونس با نبدل نقدر نزيد شي حاجه نزيد شي حاجه اخرى ما كرهتش نزيد تفلحت الصراحه واقول لي هاد الشجره اللي بغيت نزرع فيها سخطيره وهاد القضيه اللي بغيت نفهم انا ما يمكنش ما كرهتش نزيد تفلحت حيت قلت كنبني في واحد عندي واحد كنبني في واحد الفيرما دقه دقه بيت اييه بيت وتزيد هاد البيت تزيد عليه طواليت وتزيد هذا بيت اخر وتسقف هنا وتسقف هنا وغادي داكشي بشويه حتى كتلقى راسك عندك دار و دونك هذا المشروع ديال 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 الفلاحه عجباني بزاف نكون فيرمي ماشي اغريكولتور هذا خديتها لواحد صاحبي يلاه قال لي واحد اليومين فيرمي نكون فيرمي سادير مكلف اون فيرم حيت اغريكولتور ما تقدرش تجي وتامبروفيزي راسك اغريكولتور فيها بزاف ديال العلم كيعجبك الحياه ديال العربيه بزاف جالس مع مراتي وولدي والكلاب ديالي والمشاش ديالي والدجاج ديالي وفي البلاد وقاسين بخير كيبرزتك الصداع ديال المدينه والطرقان والكلاكسون لا باه الكلاكسون كيبرز هذا الشيء علاش مشيت من الدار البيضاء انا حيت انا علاش هربتي للعربيه لا دابا ما يمكنش ليا نمشي حيت ولدي كيقرا خصني ندير المدرسه ما كاينش العربيه دابا كنبنيها كنمشي لها فاكونس وان شاء الله ملي نشد لاغوتريت ما بقى عندي ما ندير في المدينه الفنان كيجي لاغوتريت هو خويا راه كيقلل الادوار كتوصل ل 75 80 راه مبقي صغار لي رول دو غران بير اللي عنده بروميير رول انا كتوصل انا راه ديجا انا راه كبرت لان لا عمر كنا كنلعبوا قبل كنا كنلعبوا لو جون بروميير دابا رانا كنلعبوا لي بابا لا مازال كتلعب جون بروميير لا الا صبغتي لا هي غتلعب جون بروميير اي ولكن ما بيناش عندي 22 عام واخا نبقى نصبغ حتى لغدا درتي ايضا التجربه ديال الكتابه سيناريو ودرتي الاخراج لا درت الاخراج كو غاليزاسيون مع واحد السيد فواحد الكوميتراج جوليان فوري ودابا راه يلاه ساليت واحد اللوميتراج ديالي في الكتابه انا وصاحبي ديال الصغر دوك الصحاب اللي قلت لك اللوميتراج اللي مع واحد صاحبي ديال الصغر اللي هو اكريفان حتى هو عنده بحال نفس الكارير ديالي دار انجينيور في البيتون ارمي ومن بعد قلبها ولا كاتب وصدقات ليه في كاتب هل كنتكلموا على الصدفه اذا سميتو سفيان شاكوش راه دابا كاتب خدام مزيان وكندا كان دي بري وتبارك الله عليه اي في دي بولار الكتب على لي زافير ديال البوليس وكتبنا هذا لو سيناريو اونصومبل وراه ساليناه ودخل معنا واحد المخرج سميتو منير عبار وان شاء الله راه غادي نقلبوا على المدون نقلبوا على الفينانسمون هذا هو البروجي الجاي التوفيق ان شاء الله يا ربي ومن لي بروجي اللي عندك قريبا هو عندك ان شو غيكون في لو فيستيفال ديال الصويره اييه ديال القناوه وي لو 23 جوان ان شاء الله عطينا سر رونديفو اييه ها هو الكاميرا ديال الكاميرا ان شاء الله نتلاقاو لو 23 جوان في لا سين ديال البرج لو باستيون في فيستيفال الصويره ان شاء الله لو جروب سميتو فهد بن شمسي اند لالاز نجي نتفرج ان شاء الله
نجي نشجعك. مرحبا بك، مرحبا بك. لا تي حتى انا غنلبسك الشيم ندير لا جيرا كوني بحال هكا بالكوستيم غتلبس زعما دير الراسه ما يدخلوش الصويره بحال هكا لا تدخل خصك تكون عندك الراسطا وعندك ديك السوان لا 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 داخل داخل مزيان هكا بالعكس تعطي العين عطي العين فهاد بنش نسي غنشوفوا تصويره اخرى هذه لا فوتو ديالك مع كلينت ايستوود وي هذا الفيلم امريكان سنايبر اللي جي لونور دو نصور مع كلينت ايستوود من بعد لما نبريزونتي حاجه كبيره سان بريزونتيو في كلينت ايستوود معنا من بريزونتيو في اي سي انكرويابل دو 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 سيرك شي واحد بحال هكا في التصوير واللي عجبني افن اللي عجبني واحد القضيه على كلينت ايستوود على نهار اللي دوزت معاه لا يومين نهار الاول النص ومن بعد نهار كامل نارونس فاش كيهضر في البلاطو راجل كبير كان عنده في هذا الفيلم هذا كان عنده 82 عام في امريكان سنايبر فاش صور ما عرفتش شحال من عام هذه وعنده واحد لو ديبي ديال فان لي ديسيبل في الصوت ديالو كيهضر بحال هكا سمعتي هو هذاك ما سمعتيش ضاع لك داكشي اللي قال كيضرب شويه ليكيب غير كيحل فمو ليكيب كامله فيها 150 ديال الناس كلشي كيسكت باش يسمع ما كيغوت ما كيجري كيدوي بحال هكا او ما كي ما عنده ليكيب ديالو وما كيديهاش في حاجه تكنيك عنده مدير التصوير عنده مول الصوت كيخدم معاهم هذه 40 عام كيديها هو في اللعب كيجلس ما كيشوفش المونيتور كيشوف ما كيشوف ديريكت كانت الكاميرا هنا ما كيشوفش المونيتور لا ما كيشوفش المونيتور كانت الكاميرا هنا هو عنده الكوب ديالو وجالس في الكوب داير فينا بحال هكا حنا كنمثلوا 3 متر من كيسالي كيقول كوبي صافي سالات ما عجبتوش كيدير اون بريز ما عجبتوش لا بريز الا ما عجبتوش لا بريز عرفتي بانك ما لعبتيش مزيان وقبل ما ندخل نصور جا عندي لانسيستون اورغانيزاتور مغربي قال لي في خبرك كلينت ايستوود كيدير بريز وحده قلت لي ما كاخويا قلتيها لي دابا انا ديجا ميت بالخلعه زدتي ليا في الخلعه مي الحمد لله دابا تلعب قدامو كان عندك لو تراك بزاف انورم انورم ولكن كان اسم كبير بحال هذا اسم كبير وبغاد لي كوبر حتى هو اللي كان هو اللي ملي لعبتي مثلا في افلام عالميه بحال هكا ولعبتي في انتاج مغربي اها فين كاين الفرق في الانتاج في الماده في لي كونديسيون تورناج هذا الفرق الوحيد حيت كاين لي كونديسيون تورناج سي تو لي كونديسيون تورناج الراحه كيفاش الرفاهيه ماشي رفاهيه الراحه الراحه, الراحة مهمه بزاف راه ماشي غير هاد الناس جاوا قالوا بان الممثل خاصو يمشي يجلس في لي لوج راه ماشي هاد الممثل عاجبو راسو حيت الممثل ما خاصوش يبقى حاضر لداكشي اللي طاري في بلاطو ومول الضو خسر ليه الكابل ولا سيستون غيال كيقول تما مالك اصاحبي راه تعطلنا وانت حاضر لداكشي واش ما حيلتك تحفظ ولا حيلتك تدخل في بيرسوناج ولا تتبع داكشي اللي طاري في بلاطو حيت فاش كتقول كتجلس في كرسي حيت ما عندكش لا لوج كتجلس في كرسي كتابسوربي كاع داك ستريس ديال البلاطو حتى هذاك ماشي شغلك انت كتدخل ديجا بواحد الانرجي قرروا دوك الناس اللي يبعدوا لاكتور من البلاطو راه ماشي على والو راه ماشي حيت هو واعر خصو يجلس حيت خاصو يجلس فواحد البليصه بوحدو بلا ما يشوف داكشي اللي طاري يجي ويدير خدمته ماشي تحضر لداكشي اللي طاري في البلاطو حيت ماشي شغلك فهد بن شمسي ايه هو انا قربنا للفقره ديال الجوكر ايه فقره الجوكر كتسناك بالاسئله ديالها يلا نشوف كيف ما كانت غادي غادي تدوز هذه الفقره هذه داز باش بلاتي احسن قبل هذا الشيء غادي نشوف واحد واحد الفيديو ايه نقشبوا عليك شي شويه فين نشوفوا حالا نعاودوا نرجعوا فهد بن شمسي معانا اليوم كاين المشكل علاش خويتي المغرب وباين كيخلصوك مزيان تما بيني وبينك فين كتجمع فلوسك كاين انا كنكحلا وبصراحه ما جاتش معاك لونغلي موت على دوم موت موت واللي بغى يدير بحالك هادشي ديال الفن كيدير داكشي ما خدامش وانت شحال هادي ما خدمتيش 20 عام دابا امتى اخر مره كنتي صريح معانا واحد السنين دابا راه 4 سنين ما قدرتش باسكو الظروف ما خلاونيش يا باقي نشوفوك مره اخرى دابا هادي غير باش تسفايلنا حتى السلامة فهد بن شمسي اسيدي مرحبا بك في الجوكر الله يبارك فيك بدا بالسؤال الاول سير هاك فهد بن شمسي كاين الناس كيتهموك انك تقوم بعض الطقوس ديال القناوه اللي فيها بعض الممارسات اللي داخله في اطار شعوذه انا اللي كنقوم بالطقوس الشعوذه لا انك تدخل في واحد
الطقوس اللي فيها بعض الممارسات ديال الشعوذه، واش هادشي صحيح؟ لا ما صحيحش، لان انا ما كنامنش بكاينه الشعوذه، ولكن ماشي في تاغناويت، ماشي في تاغناويت، ماشي في داك التاغناويت اللي كنقلب عليه انا. في الليلات اللي شفت ما كاينش الشعوذه، كاين طقوس اللي هما قدام بزاف، ولكن ماشي شعوذه. كاين الشفاء كيجي من عند الله. اوكي، لا الجوكر، فين خصني نبينو الجوكر؟ لا هاك عاود خليها عندك. يلا نشوفوا السؤال من بعد. هاك عرفنا من بعض المصادر بانه كاين واحد المخرج مغربي اللي مستحيل تشتغل معاه، واش اليوم عندك الجرأة تقول لنا شكون هو هذا المخرج؟ نقدر نقول لك شكون هو هذا المخرج، ماشي مستحيل نخدم معاه، حتى هو مستحيل يخدم معايا، حتى هو يمكن غير محال واش نقدر نعاود نخدم مع، ولكن مع هذاك المخرج خطير في ما يقول سميتو في الحق، غير جبد لي هذا الصداع، حيت هو مسطي شويه. بلاش كون كان بعقلو، كون كان بعقلو نقول سميتو، ولكن ما بعقلوش دونك بلا ما نقول سميتو. بلاش هو كاين، كاين صافي، حنا كنحترموا هاد المساله. هادشي اللي كاين. هاك سمعنا انه فتره من الفترات فاش هاجرتي لامريكا مريتي بفتره صعيبه واللي دخلتي فيها في حاله اكتئاب، واش هاد المساله صحيحه وشنو السبب؟ لا ما صحيحاش، ما كاين اكتئاب دخلت فيه صراحه، كان عندي واحد العام ديال الاكتئاب تقريبا، وبالبسي والمسائل كامله، اللي انا ما كان ما عندي حتى شي مشكل نقول هاد الشيء، ولكن ما كانش في الميريكان، كانت قبل ما نمشي للميريكان. والسبب ديال الاكتئاب كون عرفناه غنحلوه، ما غيكونش الاكتئاب، هذه هي لا غيزون برينسيبال. فاش بعض المرات كنتعرضوا لشي صدمات كنكونوا عارفين هذيك، اسمح لي الا قطعتك رشيد، ولكن في الاكتئاب لا غيزون برينسيبال ديال الاكتئاب سكو ما كتكونش عارف راسك اش عندك، داكشي علاش كتكون في لا ديبرسيون ولا ان كوميل ديال بزاف الحاجات، ولكن ما كتعرفهمش، حيت الا عرفتي فين هو المشكل غتمشي تحلو. بصح المشكله ديال الاكتئاب راه اللي هي مشكله كبيره عندنا في المغرب، ماشي عندنا، راه بزاف ديال الناس، حيت كتشوف دي زيكسبرسيون اللي كاينين عندنا في الثقافه المغرب، ضاق عليه الحال، ضاق عليه نفسه، هذاك راه هي لا ديبرسيون. وما نكرهش من خلالك اليوم بزاف الناس كيشوفونا، وبزاف الناس عاشوا هذا الاكتئاب خصوصا بعد الجائحه ديال كورونا، كاين الناس تقول لك انا ما عمري غادي نفوت هذه المرحله، هذه ما عمري غادي نبرى من الاكتئاب دائما. شنو تقول لهاد الناس هذو اليوم؟ الاكتئاب كيبرى منه الواحد، غير خاص واحد الحاجه تبدل في الثقافه ديالنا، اللي كيمشي عند بسيكياتر راه ماشي هو اللي كيضرب بالحجر، راه اللي كيمشي عند بسيكياتر خاصو غير يهضر، خاص الناس يمشيو عند بسيكياتر باش يهضروا. علاش؟ فاش كيكون دارك ظهرك كتمشي عند الطبيب، فاش كيكون دارك راسك كتقول لا ما نمشيش. علاش؟ في الثقافه ديالنا ما تبغيش تبين بانك عندك مشكل نفساني، سي اون ايغور، خاص الناس اللي كيحسوا، راه قلتها لك في الثقافه كيقولوا ضاق عليه الحال مسكين، ضاق عليه الحال راه هي تزير وما عارفش اش عنده، خاصو يمشي يشوف طبيب، كاين طبيب ديال الدماغ سيروا شوفوا، اللي عنده هذا المشكل يمشي يشوف طبيب، راه ما فيها حتى عيب، ولا الطبيب راه ما كيقولش داك الشيء اللي كتعاود ليه، الا كانوا خايفين الناس الطبيب يعاود ديك الهضره راه ما كيعاودش، راه سيل سوكري بروفيسيون، ويلا عاود راه غيمشي للحبس. شكرا على الصراحه ديالك فهد بن شمس، تحيه لك. مرحبا. اخر فقره هي فقره الميكسر، غادي نمشي لك الميكسر دابا نشوف واش غتجاوب على الاسئله ولا لا. يلا يلا مرحبا فهد بن شمسي في الميكسر. فهد بن شمسي قال لي انت يا ضروري تشرب عصير سير يوميا، واش هاد القضيه صحيحه؟ ضروري يوميا؟ ما صحيحاش بزاف، ما كرهتش نشربو يوميا كون قدرت. انت فهد اييه، انا نبغي اليوم نضيفك في البرنامج ونشربك احسن عصير، لان اول مره كتهضر معايا وما ندير لك شي عصير واعر. ولكن ولكن غير تجاوبني. نجاوبك صافي، نجاوبك، غنحاول. فهد بن شمسي
شكون في هاد المخرجين اللي حسيتي باحترافيه اكبر في الخدمه ديالو وقدم افلام بمستوى كبير؟ سير واش نور الدين الخماري ولا فوزي بن سعيدي؟ البصله؟ لا ماشي البصله، نور الدين الخماري عزيز عليا بزاف. ولكن في السينما خدمت مع فوزي بن سعيدي، هو اللي بين الابداع في السينما، حيت مازال ما خدمت مع نور الدين في السينما. جاوبتك ما دريت حد وغناخذ الخوخ. كاينه ولا ما كايناش؟ تفضل تفضل. فهد بن شمسي، بعيدا على الصداقات والمحاباه، شكون هو الممثل المغربي في هاد الجوج الاسماء اللي غنعطيك اللي كيعجبك الاداء ديالو اكثر كممثل؟ واش عمر لطفي ولا ناصر اخبان؟ عمر لطفي. كل احتراماتي لناصر اخبان، لان متاكد ان هذه غادي ياكل هذه. اقلوا عليها، اقلوا عليها، اقلوا عليها. نقدر نجاوبك، نقدر نجاوبك. اعطيني اسم عمل ندمتي انك اشتغلتي فيه. يلا انت ما كتنافق ما كتكذب. لا ما كنافقش. ماشي ندمت علاش ما خدمتش فيه، ماشي ندمت علاش خدمت فيه، ما عجبنيش راسي فيه، ما تسيرتش، ما عجبنيش راسي فيه. تقدر نقول هذا. دونك ندمتي انك خدمتي فيه؟ كيلكو با. ملائكة الشيطان. ملائكة الشيطان. راه المشماش. راه غادي مزيان. هادي دابا انا كنحس بشي سؤال محرج. هنا كتعرفوا بانه السؤال الحار، فاش كيكون الحار تيكون السؤال تا هو حار. سير. عندك عمل قريب يخرج اللي سميتو الحق الماضي. هيا شحال كان الكاشي ديالك في هذا العمل؟ ولا حيت لا بلاتي بلاتي بلاتي، لا ما يمكنش هاد الاسئله. لا بلاتي 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 بلاتي. هذا ماشي قد صافي ديرها هذه. يلاه ديرها. لا واخا بلاتي دير الحال، دير الحال بلاتي. شوف انا عارف بانه كتكون في الكونترا واحد لا كلوز كتمنع عليك انك ديفولكي هذا الشيء. لا انك تقول هذا الشيء كونفيدونسياليتي. ولكن غنعطيك سؤال بحاله. سير. اشنو هو اكبر كاشي خديتيه لحد الان؟ نقدر نجاوبك. يلا. خديته في ماشي فيلم مغربي. اكبر كاشي خديته ماشي في فيلم مغربي. ماشي فيلم مغربي. خديت 30 مليون. 30 مليون. اوكي. بوينينا. ماشي فيلم مغربي. راك غادي مزيان. احنا غاديين. انا علاش انت المصير؟ انا علاش حذفت لك السؤال؟ ما نجاوبكش من دابا ودير المصير ديريكت. لا لا خصك تربح الا كنت واعر. لا المصير زوين انت. اوكي. لمن تعطي لقب احسن ممثله مغربيه شابه؟ شابه. مجدورين ما شاباش. دونك هانيه. انا حيت عطيني اسم. حيت عشيرتي. من هاد لي جون. اللي كنشوفهم دابا في لاتيري. سلوى زرهان. سلوى زرهان. اللي هي مزيانه زعما. زعما مزيانه يا. بقاس على. السؤال هي. فهد بن شمسي. ربحني. سير مريقل. ربحتيني. صح. بارك عليك. باش يبقى ما تستحنش. مازال ما تستحنش مزيان. باش يكونوا الظروف. تهلينا فيك. ما عندي ما نقول. ولكن شوف اللي يقول الصراحه راه كيربح. سيدي ما عندي ما نقول. وانا جيبوا لي كاس انا. خاصو هذا تقدر تشربوا معنا انت. تقدر تشربوا انت. صحة وراحة. هتشرب معايا. صحة وراحة. تخي بو. تخي بو. ميرسي بوكو. شكرا. تخي بو. زوين.
صراحه الله يلا واعر والله مزيان امبيكابل فهد بن شمسي شكرا لك بزاف الله يعافيك دوز حلقه زوينه معك سيتي ان بليزير بارك الله فيك ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في مسارك فرحت معك اليوم والله حتى انا واكتشفت وجه اخر ما كنتش كنعرفو الجمهور ديالك ولي فان ديالك الا بغاو يشوفوا الاعمال ديالك ويتبعوك فين يقدروا يشوفوا هادشي كاين سيدي الاعمال السينمائيه والتلفزيون والموسيقى الحمد لله الفلاحيه مازال شويه الاعمال السينمائيه راه في السينما عمل التلفزي راه في التلفازه وكتبقى الموسيقى الا بغيتوا تسمعوا الموسيقى اللي كندير بالجروب فهد بن شمسي عند لالاز كاين لا باج انستغرام ديالي فهد بن شمسي وكاين لا شين ديالي يوتيوب اللي هي فهد بن شمسي ايضا اللي تقدروا تلقاو فيها كاع لي مورسو اللي درت في الميريكان او في المغرب وكاع لي كونسير اللي كنحطو من طريفات شكرا دونك انا غادي ندخل دابا ندير لايك لا باج ديال فهد بن شمسي دخل عندك ندير لك سويف شرف شرف عظيم نهار كبير هذا تبارك الله عليك فهد صحاب فرشي كلمه للجمهور اللي كيبغيك ولي فان ديالك شنو تقول لهم اليوم شكرا على التشجيع ديالكم وشكرا على المتابعه ورحنا راه واخا غتبان هذا الشيء كنقولوه في الخوا ولكن راه بصح راه الفنان بلا بكم نتوما راه ما كاينه معنا تبارك الله عليك شكرا لك السلام عليكم شكرا ميرسي